كده مع سيد أحمد محمد عبد العزيز لعبة لوبلوكس لما تدور فيها مكان سلين. استنى لعبوه مش عارف في مكان سلين. لا هنا نزل. لا صعبة هي الصعبة اللي كتبلي في التعليق عدي انت عشان رفعتي احسن زي سجلات تقولي احسن ولا صعبة يا شباب في الكومنتات. اتمنى منك توقيت السيد محمد القناة عشان يوصل لك كل جديد. نسيت اقول لك كلمتين معلش ما في ما بينك لا تفوري طب يلينا عدا السيد اسنان يابو تشيك بوينت تحتاج الدكتور سنان ولا دكتور احمدي وين كنت سالو بعدي فولت هروح كده الدكتور اسنان نهاية المحل نهاية الدكتور قفل علينا الباب احنا عايزين نهرب الناس وانا اتأخرت على مواعيد عشان كده عايزين نهرب الدكتور. طبعا اللي بيتأخر مواعيد الدكتور بيتكنس وبعد ما تيجوا كده هو تاتن لا مين اسمه مثلا كنت بدخل عليكم تيجوا تاتن تل تعالى التخمين بقى علي استنى كده استنى في وقت محبوس كده الأصفر تقول يا كمان
Pero eu gosto colorido. Eu gosto areia. Min faccia ce n'è in tavola. Ciao. 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 ماشي تعال لا هو ستوني لا لا ما يمسهاش ما يمسها يا ابني بصوا يا جماعه ده وانا مصور انت بتصور ايوه مصور بتعدي طب وتعمل بص يا جدعان احنا مش عارفين نعدوه اصلا ف خليكم فاصل ونعدوه صح يا محمد مين مين هذا محمد عيسى مش عارف تعدي عليك هربنا الحمد لله خلصنا نهرب من الدكتور المجنون عشان ما افلح تاني واكون في سلسلة طبعا لايك واتمنى تشتركوا معنا في القناة على السكتات هنا واشوفكم مرة جديدة مع الشباب بيتلو بلوكس يلا سلام